أنا واحدة مفيش في عيوب، وأهم ميزة عندي إني متواضعة. أيتن عامر بتفكرنا بالمثل بتاع عمرو عبد الجليل اللي بيقول أنا دمي خفيف على قلبي قوي وبحبني موت. طلع تشكر في نفسها وتقول كلام حلو في حقها. أيتن عامر تقريباً بقت بتتفرج على رضوى الشربيني كتير الفترة اللي فاتت، وطلعت تتكلم وتدافع عن الستات، خصوصاً في المشاكل اللي بتحصل بين أي واحد ومراته، ودايماً بيلبسوها للست، ووجهت رسالة للستات وقالت لهم مفيش داعي تدوسوا على كرامتكم علشان أي حد، ومش شرط أنتوا اللي تقدموا التنازلات. أيتن اتكلمت وقالت إن مش شرط علشان علاقة تفشل تكون الست هي السبب، وليك الحق إنك تجربي تدخلي في علاقة تانية وتالتة لحد ما تلاقي الراجل المناسب، وقالت إنها دلوقتي واخدة فترة استراحة بعد طلاقها، ومش هتقدر تخش في أي علاقة حب الفترة دي. غريب الحب مين فاهمه، مع إن قصة حبها هي وزوجها دي كانت غريبة وعجيبة. قصة بدأت بخناقة وخلصت بالضرب والشتايم وإقسام الشرطة، وحكت قصة الحب اللي بينهم وقالت أول معرفة بيننا في مسلسل السبع وصايا، وما كنتش بحبه خالص وكان دمه تقيل وسخيف، وكملت وقالت بعديها تقابلنا في فيلم زنقة ستات، ووقت تصوير العمل ما كنتش أعرف إن هو مدير التصوير، إلا إن محمد عز العرب أحرجها وقطعها وقال لها كنت عارفة، وقال لك فلان. أيتن كملت كلامها وقالت ما اديتش اهتمامه أحمد السبكي بيكلمني في التليفون بيقول لي جاي لك خالد الحلفاوي وعز العرب مدير التصوير، وقلت له أعمل إيه يعني؟ وبعد النجاح خرج فريق عمل الفيلم علشان يحتفلوا في إحدى الكافيهات، وكان من بينهم محمد عز العرب، وحكت وقالت محمد دفع الحساب واتضايقت، وكنت عايزة أديله الفلوس وقمت مكرمشاله 200 جنيه، لكنه ضحك ورفض ياخد الفلوس، وقال لها إن عيد ميلاده كمان 3 أيام، فقررت أيتن تجيب له إزازة بيرفيوم، وطلع بالصدفة هو نفس النوع اللي بيحبه، وبدأت بينهم قصة الحب، وبعدها قرروا يتخطبوا وعملوا حفلة بسيطة كده في بيت أختها وفاء عامر، وعزمت الأهل والحبايب بس. وكان في نفس السنة اللي اتخطبوا فيها اتجوزوا ومخلفين 2 وهم أيتن ويوسف، بس بعد فترة كده تقريباً أيتن ومحمد اتحسدوا وانفصلوا عن بعض بسبب خلافات عائلية حصلت بينهم، وأعلنوا عن الطلاق ده بعد مدة من وقوعه، مرضيوش يعلنوا في ساعتها والله أعلم ليه. طبعاً بعد الطلاق بدأ يحصل مناوشات وخلافات كبيرة جداً بين الاتنين، أهمهم الخناقة اللي حصلت في كومباوند شهير جداً في الشيخ زايد، لدرجة إن الشرطة اتدخلت وتعمل محضر رسمي بالواقعة، واتهمت أيتن طليقها إنه تعدى عليها بالضرب والسب في محضر رسمي، وكانت حلفة 100 يمين لا تحبسه، ومش هتعدي الموضوع بالساهل، ومش هتعمل اعتبار إنه هو كان جوزها في يوم من الأيام، ولا حتى إنه هو أبو عيالها. نهاية حزينة جداً لقصة حب الكل كان بيحكي ويتحاكى عليها، بس هي دي الدنيا كده، يوم ليك ويوم عليك. أيتن وجوزها كانوا بيتحسدوا على الصور اللي بيتصوروها مع بعض كل شوية، وقد إيه هي كانت بتحبه وهو كمان كان شخص مخلص ليها، حدش أبداً كان يتوقع إن دي تكون نهاية العلاقة بينهم، خصوصاً إن في بينهم أولاد، نتمنى إن العلاقة بينهم تبقى كويسة حتى بعد الطلاق، وكله في مصلحة الأولاد. وبس كده، لو حابين تعرفوا أي تفاصيل أكتر تخص حياة الفنانين والمشاهير، تابعونا على نجوم الفن علشان يوصل لكم كل جديد.